السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة مع تاني ضيف معانا واللي هو هيوسايماس ليف. الهيوسايماس ليف عندنا منه نوعين، هيوسايماس ميوتيكاس وهيوسايماس نايجر. الهيوسايماس ميوتيكاس نطلق عليه اسم ايجيبشيان همبين، أما الهيوسايماس نايجر نقول عليه أوروبيان همبين. الأورجن الاثنين فاميلي سويانيسي، الاثنين اسمهم هيوسايماس، لكن بيختلف ده هيوسايماس ميوتيكاس وده هيوسايماس نايك. يبقى عندنا الأورجن، it is the dried leaf, a leaf and flowering tops of هيوسايماس ميوتيكاس فاميلي سولانيسي. وهنا برضو it is the dried leaves and flowering tops of هيوسايماس نايجر فاميلي سولانيسي. الاثنين بيكون في نفس المادة الفعالة اللي هي تروبان الكالويدز ميلي هيوسيامين. ايه معنى الكلام ده؟ هي زي الداتورة، بس هنا بتختلف ايه؟ ان الكونسنتريشن بتاع الهيوسيامين بيكون اعلى من الاتروبين. طب ليه؟ احنا قلنا في الداتورة ان الاتروبين بيتكون نتيجة ان الهيوسيامين يحصل ريزيميشن، لكن هنا الهيوسيامين مش بيحصل ريزيميشن اكتر، فعشان كده الأتروبين بتكون نسبته قليلة. أما بقى الهيوسين بتكون هو الأعلى، فعشان كده هنستخدمه زي الداتورة، بس هيكون الاستخدام الأكتر اللي هو sedative and in motion sickness، عشان عندنا نسبة نسبة الهيوسين أكتر. طيب البودر بتاعهم عندنا في الايجيبشن همبين دي بتكون الورقه ايزوبيراتيلا، يعني معناه في بلاستيده من فوق وفي بلاستيده من تحت، الابر ابيديرم اند اللور ابيديرم. اما الاوروبيان ده دروس فنترال، يعني من فوق بس. الاثنين ده بيكون الوول بتاعته بتكون ثريتيد، يعني بتكون فيها خطوط، لكن هنا بتكون سموث كيوتيكل. الاثنين فيهم انيزوستيك ستوميتا. اما الايجيبشيان همبين بيكون فيه هيرز، الهيرز بتكون برانشنت جلاندولار هير مالتي سيلر اند برانشد ستوك and unicellular head. ويكون فيها برضو twin prismes اللي هي دي twin prismes، وبيكون موجود solanaceous hair عشان هي family solanaceae، صح؟ أما الأوروبيان همبين فبيكون فيه hairs كتير، glandular hair، وعندها برضو نون جلاندرال هير. الجلاندرال هير consist of uniseriate of 2 until 6 multicellular stalk and ovate multicellular head، لكن هناك كانت unicellular head. نون جلاندرال هير are multicellular and uniseriate with smooth cuticle. عندنا الميزوفيل بيبين بيكون فيه كريستال لير وفي بلاسيد، بيكون بعديه كريستال لير كونتينينج سنجل بريزمس وتوين. عندنا في عندنا سنجل بريزمس وتوين كريستالز وكلاستر كريستالز وفي كالسيوم اوكساليد، يعني بيكون فيه السنجل بريزم اللي احنا عارفينها، وبيكون في التوين كريستالز دي برضو من السنجل، وبيكون في كلاستر كريستالز اوف كالسيوم اوكساليد دي من الاجريجيتد كالسيوم اوكساليد. ممكن نرجع الحته بتاعه الكالسيوم اوكساليد. وزمين فاسكولار باند في المدرب بيكون في ستارشي شيز ناحيه المدرب.
بس ودي كل حاجة بالنسبة للهيوسايموس ليف. لو كنا مش فاهمين الحتة بتاعت الميكروسكوبيكال كاركترز ممكن نرجع للفيديو بتاع في الميديسينال بلانتس. بس وشكرا.